بالنسبه لتنظيم هذه الدوره تاع الشان 2022 الجزائر هي مبادره جد حسنه، و بيخص تحضيرات هي قائمه على قدم وساق خاصه على مستوى ولايه وهران، والجمهور راه مستعد لحضور هذه الدوره. بالنسبه للفريق الوطني الحضور تاعها كامله وان شاء الله يفوز بهذه الدوره. نتمنى هذا الاحتفال ان شاء الله يكون مليح تاع الشان. الفرق اللي راهي غادي تشارك هنا ان شاء الله مرحبا بهم، ونظن بان الفريق الوطني راه على اتمل استعداد وان شاء الله يتوج بها. وش غادي نقول لك بالنسبه للتنظيم والجمهور راه كما قلت متعطش باش يشوف المقابلات ان شاء الله اللي غادي تندار هنا في مدينه وهران. ونقالوا ثاني موش ديروا احنا نشوفوا الكوب دافريكا محليا ان شاء الله بربي يديروا حاجه، ومرحبا بكم.